للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلي عبر الهاتف السيدة منى العلوي، مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة. أرحب بك السيدة منى في نشرة أخبار الثالثة، وأبدأ بالجهود التي تقوم بها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لمراقبة الأسعار وكذلك التأكد من توافر السلع. السلام عليكم، وأحب بداية أهني القيادة الرشيدة والجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبين أن إدارة التفتيش إحنا نعمل على مراقبة الأسواق يعني بشكل دائم خاصة المناسبات. ولما جاءت توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق أعطتنا مزيد من الدعم لزيادة الجاهزية للرقابة. لله الحمد نفذنا عدد يعني كبير من الحملات التفتيشية، شملنا فيها الأسواق المركزية وعدد كبير من المحال التجارية اللي تبيع السلع اللي يقبل عليها الناس في هذا الشهر. طبعا المفتشين يقومون بالاطلاع على على الحملات الترويجية، يتأكدون من صحتها وأيضا يتأكدون من جديتها، وكذلك نتأكد أن الأسعار معلنة بشكل واضح، ونهتم أن نشوف أوضاع السوق من حيث توافر السلع وتنوعها. ولله الحمد كل المؤشرات حاليا تبين وفرة المطروح يعني في الأسواق وتنوعها. نعم أستاذة منى، ماذا عن الاستراتيجية المتبعة من قبل الوزارة إزاء المخالفات التي يتم رصدها من قبل إدارة التفتيش؟ طبعا احنا عندنا أدوات قانونية مختلفة يعني في إدارة التفتيش نتعامل بالمخالفات بحسب حجمها والضرر. فأحيانا تكون مخالفات جدا بسيطة، مثلا سهوا أن بعض السلع في ليست عليها مثلا أسعار، يتم التنبيه ويتم تصحيحها في الحال في نفس الوقت. بس إذا تم رصد يعني تلاعب بالأسعار أو غش تجاري مثلا، هذا يؤدي إلى إجراءات أشد مثل الغلق الإداري، التحويل للنيابة، يعني إجراءات كثيرة ويعني مشددة. نعم السيدة منى العلوي، مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.